السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم طلبة مادة الإدارة المالية. النهاردة بإذن الله هنكون مع بعض في شابتر جديد من الإدارة المالية، وهو شابتر 4. النهاردة بقى بعد ما تعرفنا قبل كده على القوائم المالية، النهاردة بقى هنتكلم إزاي هنقدر ناخد القوائم المالية دي ونحللها. القوائم المالية هي أرقام، الأرقام دي لو ما قدرتش إن أنا أحللها وطلع منها بيانات وطلع منها قرارات، أصبح القوائم المالية ملهاش فايدة. فالنهاردة بقى هنتعلم مع بعض وهنستفيد كتير مع بعض في ازاي ان انا اقدر كمدير مالي احلل القوائم المالية عشان اشوف بقى القرارات اللي هبدأ اخدها. الشابتر بتاعنا بيتكون من 6 اجزاء. اول واحدة بقى فيهم هنتكلم على وجهات النظر او البرسبكتيف المختلفة اللي بتشوف القوائم المالية، يعني في اكتر من وجهة نظر بتشوف القوائم المالية، هنتعرف عليهم مع بعض. تاني حاجة هنتكلم على حاجة اسمها الفاينانشال ستيتمنت، ولكن كومن سايز، يعني الحجم الكبير او الحجم الرئيسي من القوائم المالية. بعد كده هندخل بقى على الفاينانشال ريشيوز، يعني بقى النسب المالية الفعلية اللي هستخدمها في التحليل المالي. بعد كده هنتكلم على نظام من أنظمة التحليل المالي اسمه ديوبون سيستم. بعد كده هنتكلم على البنشمارك أو السوق بقى ماشي إزاي من حوالي. آخر حاجة هنتكلم على القصور اللي موجود في تحليل القوائم المالية. تعالوا بقى نبدأ مع بعض أول موضوع من الشابتر، وهو بقى وجهات النظر المختلفة اللي بقدر أشوف بيها القوائم المالية. هما 3 وجهات نظر أو 3 آراء بيشوفوا القوائم المالية. أول واحد فيهم هو الستوك هولدر، يعني الراجل الشريك أو المساهم. الراجل المساهم ده هو إيه اللي بيهمه من القوائم المالية؟ أول حاجة النت كاش فلو، عايز يعرف في قد ايه تدفق نقدي وفلوس هتيجي للشركة. ليه برضو؟ عشان يضمن ان في فلوس هتجيله، ما هو مستثمر في الشركة، فعايز يكون ضامن ان في ارباح وفي فلوس جاية عشان يضمن ان في الاخر مكسب ليه. ايه تاني برضو؟ بيبص تملي على الريسك والمخاطر اللي موجودة جوه القوائم المالية، خايف لا قدر الله فلوسه ما ترجعلوش تاني. ايه تاني برضو بيبص عليه؟ الريت اوف ريتيرن او معدل العائد، عايز يشوف معدل العائد اللي بيجي للشركة عشان يشوف مدى المكسب اللي هو هيجير. خلي بالك ان الستوك هولدر بيتأثر بالمكسب والخسارة، يعني لو لا قدر الله الشركة خسرانة مش هياخد حاجة، فبالتالي هو تملي بيبص على العائد اللي بيجي للشركة. آخر حاجة بقى بيبص لها هو الماركت فاليو، السعر السوقي للستوك أو للسهم اللي هو مساهم بيه. الستوك هولدر ده ببساطة راجل بيروح يساهم في الشركة، يشتري أسهم ويساهم بيها في ملكية الشركة، يعني بيبقى مالك في الشركة بالأسهم دي. فتملي السهم اللي معاه دوت بيكون ليه سعر سوقي، فتملي بيبص على السعر السوقي ويهمه ان سعر السهم يزيد. طالما سعر السهم بيزيد فهو على طول بيكون في أمان. دول كده الـ4 حاجات اللي بيهتم قوي بيهم الستوك هولدر وبيبص عشان كده في القوائم المالية. تاني حد بقى بيبص على القوائم المالية وهم المديرين. طب المديرين هيهتموا بإيه بقى؟ أول حاجة هيهتموا بيها برضو معدل العائد، ما طالما المعدل العائد كتير يعني هياخدوا حوافز، يعني هيكونوا ناجحين وخلافه. ايه تاني برضو بيبصوا عليه؟ الـ efficient use of الاسد، هل فعلا احنا بنستخدم اصول الشركة بكفاءة ولا في اهدار بيحصل؟ تالت حاجة controlling costs، يعني تملي بيحاولوا يراقبوا على التكاليف على قد ما يقدروا
عشان ما يحصلش ان التكاليف تزيد ولاقي نفسي مرة واحدة خسران. ايه تاني؟ increasing النت كاش فلو، تملي عايزين التدفقات النقدية تزيد. ما طالما التدفقات النقدية بتزيد يعني معناها في فلوس، يعني معناها في مكاسب، والحاجات دي كلها بتهم الإدارة بتاعة الشركة. ايه تاني؟ increasing الماركت فاليو اوف الفيرم ستوك، يعني برضو عايزين سعر السوق بتاع الشركة بتاع الستوك بتاع الشركة يزيد. ليه طيب الحاجات دي كلها؟ عشان في الاخر جوب سيكيورتي، يحافظوا على وظيفتهم. ما طالما هم عملوا الحاجات دي كلها وساعدوا الشركة انها تحقق الكلام ده كله، فهنوت على طول بيضمنوا بقائهم في الشركة، يعني معناها ان هم كده خلاص ادارة ناجحة، فعمر الملاك ما هيستغنوا عنهم. تالت حاجة بقى وهم الكريديتورز. مين بقى الكريديتورز دول؟ الكريديتورز دول الناس اللي بتديني مثلا اجل، اللي هم مثلا موردين، او البنوك اللي بتديني قروض. الناس دول كلهم بنسميهم كريديتورز، اللي هم الدائنون او المقرضين للشركة. طيب دول بيبصوا بقى على القوائم المالية ازاي؟ قالك بيهتموا بالبريدكتابلتي، يعني اي حاجة تساعدهم في الارقام، ان هم يتنبؤوا بايراد ومصروف الشركة، الريفني والاكسبنس. ليه برضو؟ ما طالما انا عندي الايراد وعندي المصروف، هعرف الشركة كسبانة ولا خسرانة، فهتنبأ بايه بقى؟ بهل هقدر اخد فلوسي من الشركة ولا لا؟ ما لو لا قدر الله الشركة هتخسر فلوسي، مش عارف اجيبها. طيب تاني حاجة ability، قدرة الشركة تميت او تقابل وتغطي الشورت تيرم اوبليجيشن او الالتزامات قصيرة الاجل. طالما الشركة قادرة انها تغطي التزاماتها، فهتقدر تغطي للموردين والبنوك او القروض والالتزامات اللي هي مستحقة للموردين. اهو جابها لك على طول، اهو ability to make loan payment، يعني تصنع سداد للقروض بتاعتها. as scheduled، يعني على حسب المخطط ليها، يعني قرض في شهر 3، قرض في شهر 4، وهكذا. and no unanticipated change in risk، يعني ايه بقى اخر واحدة ديت؟ يعني بيقول لك مش هيكون في تغير في الريسك. يعني ايه برضو؟ يعني البنوك لما بتيجي تقرضك بتحط ريسك معين، يعني خطر معين، تقول لك والله يعني احتمالية ان انا ما اقدرش اخد فلوسي من الشركة 10%. فتملي الكريديتورز بيبصوا على القوائم المالية عشان أكدوا ان مفيش تغيير ممكن يحصل في الريسك اللي هم حطوه او نسبة المخاطر اللي هم حطوها. خلي بالكم ان نسبة المخاطر اللي بتحطها البنوك دي اللي بتحدد بيها معدل الفايدة اللي هتقرض بيه العميل، فتملي على طول بيبصوا عليه عشان يتأكدوا ان مفيش تغيير، ولو حصل لقدر الله ان في اي تغيير بيغيروا على طول معاها معدل الفايدة اللي بيقرضوا بيه العميل بتاعهم. ده كده اول موضوع معانا في الشابتر. قبل ما ندخل برضو على الجزء الثاني من الشابتر، ممكن اسأل نفسي سؤال، هو انا الريسك بعرفه ازاي من القوائم المالية؟ بعرفه مثلا لما اجي اشوف الاصول ولاقيها اقل من خصوم الشركة او اقل من التزامات الشركة، يبدأ من هنا الريسك يبان. ده كده مفهوم الريسك اللي بيطلع من القوائم المالية. حاجة تانية برضو موضوع الماركت فاليو عشان نقربه اكتر علينا. الماركت فاليو ده السعر اللي بيكون موجود في السوق، يعني سعر السهم بتاعي في السوق عامل ازاي، عمال يزيد ولا عمال يقل. ما انا شاري السهم ده اكيد عشان غير الارباح اللي باخدها من الشركة باخد كمان تغير سعر السوق ده هوت. يعني ما اكون مثلا معايا سهم بعشرة دولار وارجع ابيعه ب 12 او سعره يزيد في السوق يبقى ب 12، ده يعتبر كله مكسب ليا انا كراجل مستثمر في الشركة. تاني بقى موضوع معانا في الشابتر، وباكد عليكم برضو ان الملخصات اللي احنا عاملينها دي شاملة الشابتر كله، يعني مش محتاجين تبصوا نهائي على السلايدز. تاني موضوع بقى هنتكلم على القوائم المالية، ولكن اسمها بقى او نوع معين اسمها كومون سايز، او الحجم الاساسي او الرئيسي للقوائم المالية. ايه اللي بيحصل فيها باختصار؟ الشكل دوت بيلخص لك اهوة الكومون سايز.
ادي كده بالانس شيت او ميزانية عمومية فيها الاصول وفيها الخصوم والستوك هولدرز ايكويتي. ايه الفرق بينها وبين الميزانية العادية؟ الميزانية العادية بيبقى اسامي الحسابات والارقام بتاعتها هنا. الزيادة الوحيدة بس هنا هوت ان بيجيب لك كمان نسبة كل حساب دول من اجمالي الاصول. يعني ايه برضو؟ يعني تعالى مثلا بص على الكاش والماركتبل سيكيورتي، الحساب في كام؟ في 288.5. طب اجمالي الاصول كام؟ التوتال اسيت قال لك 1889.2. هات ال 288.5 دول اقسمهم على توتال الاصول اللي هو 1889.2 واضربها في 100 عشان تطلعها كنسبة مئوية، يطلعها لك 15.3 بالتقريب. هو ده الرقم اللي مكتوب هنا، هو 15.3. يعني بيجيب لك مساهمة كل حساب من دول في إجمالي الأصول. هو ده كده موضوع الكومن سايز فاينانشال ستيتمنت. زود لك عليها كمان إيه؟ ان قال لك ده انا هجيب لك كمان الارقام المقارنه، يعني هقول لك 2010 الحساب ده كان قيمته كام، وبرضه هجيب لك نسبته من الاصول، وكمان 2009 السنه اللي قبليها وهجيب لك برضه نسبتها من الاصول. هو ده كده موضوع الكومن سايز. بتفيدني في بتفيدني في اغراض التحليل. هاجي اقول مثلا الكاش زاد في 2011 مثلا عن 2010 وهكذا، فالناس المحللين بيقدروا يطلعوا بمعلومات كتيرة من القصة دي. تعالوا بقى نقرأ الكلمتين دول هنا هوت. قال لك اهوت شو ذا دولار اماونت، بتظهر القيمة اللي هو 288.5 اوف ايتش ايتم لكل صنف من الاصول مثلا، وبتظهرها كمان ايه از ا برسنتج اوف ريفرنس فاليو، يعني كنسبة من الريفرنس فاليو او من القيمه اللي انت عايز تنسب عليها اللي هي مثلا هنا هوت الاصول. كومن سايز بالانس شيت يعني الميزانيه العموميه ميوز، ربما تستخدم، انت حر بقى، ممكن تستخدم التوتال اسيت از ريفرنس فاليو، واحد تاني ممكن ياخد حاجه تانية، هو حر. فبيقول لك ايتش ايتم كل صنف من دول اكسبريست بيتم التعبير عنه كنسبة من إجمالي الأصول percentage of total assets. طب تعالوا بقى ناخد المثال الثاني وهو الكومن سايز ولكن بال إنكم ستيتمنت. بص هنا هو جه عمل لك إيه؟ قال لك آدي قائمة الدخل وآدي برضو الأرقام أو الأماونت بتاعتهم، ولكن النسبة هنا هو عملها من إيه بقى؟ من النت سيلز، وعمل برضو نفس القصة وجاب سنوات تانية. فالكومن سايز انكم ستيتمنت ميوز، ربما تستخدم النت سيلز از ريفرنس فاليو، نفس الكلام بقى بالظبط بتاع التوتال اسيت، وكل ايتم بيتم التعبير عنه كنسبه من النت سيلز. رجع برضو بعد كده هو اتاكد عليك، قال لك بتعمل ايه برضو الكومن سايز؟ ستاندردايز ذا اماونت ان ا بالانس شيت اكونت by converting dollar value. يعني ايه بقى الكلام ده هو؟ قال لك اخد الاماونت، المبلغ اللي موجود في البالانس شيت اكاونت يعني في الحساب دوت، اخد المبلغ دوت عمل ايه بقى لكل ايتم وبدا يحوله لنسبه من التوتال اسيت، نفس الكلام برضو ما تغيرش. فقال لك اهوت بقى ايه الدولار فاليو، القيمه دي on a regular balance sheet في القايمة بتاعت الميزانية الريجولر العادية مش الكومن سايز بقى، بتدي معلومة عن ايه بقى؟ عن number of dollars او قيمة الدولار او القيمة يعني اللي بتتعلق بالبالانس شيت اكاونت. يعني ايه برضو يا جماعة الكلام ده؟ يعني الميزانية العمومية بتيجي تقولك اللي هي العادية خالص بتيجي تقولك الكاش $50 مثلا، اصبح الرقم ده بيخص الحساب ده وانتهينا. الكومن سايز بيعمل ايه بقى؟ قال لك لا ده بياخد الرقم ده يقسمه على التوتال اسيت ويحط لك جنب الرقم النسبه بتاعته 10% مثلا، اصبح الحساب والاماونت بتاعه والنسبه بتاعته نفس الكلام بالظبط. فقال لك اهو برسنتج فاليو النسبه في الكومن سايز بقى بالانس شيت. طيب دي بتدي بقى انفورميشن او معلومة عن ايه بقى؟ عن relative size، يعني حجم
اللي يخص الحساب ده الريلاتيف او المرتبط بالحساب ده من توتال الاسيت، يعني ده بيمثل 15% من اجمالي الاصول بتاعه الشركه. فبيدي دلاله عن ايه بقى؟ عن اهميه الامبورتنس، اهميه الدولارات او الحساب دهوت من اجمالي البالانس شيت اكاونت، من اجمالي حسابات الميزانيه. وفي الانكم ستيتمنت برضو نفس الكلام اهو، قال لك these statements يعني القوائم الماليه ديت اللي هي لثلاث سنين بتعمل ايه بقى؟ بتسمح للفاينانشال اناليسس، يعني بتسمح لك ان انت تحلل القوائم الماليه بتر افضل، عشان كله قدامي اهو، قادر اشوف السيلز زادت ولا قلت بمقارنه السنين، قادر اشوف نسبه السيلز مثلا من اجمالي النت سيلز، قادر اشوف كل حاجه. وكمبير فيرمز اوف ديفرنت سايز، اقدر اقارن شركتي بشركات تانية. and to analyze the trend، الترند اللي هو من سنه لسنه ايه اللي حصل اوفر تايم بمرور بقى الزمن. سيبك بقى من الكلام دوت كله وتعال بقى ندخل على الجزء العملي من الشابتر، الكلام بقى المفيد والمهم واللي بيجي بقى كتير جدا في الامتحانات واللي بيفيدك كمان في الحياه العمليه. ايه بقى النسب المالية المختلفة اللي هي الفاينانشال ريشيوز اللي فاسيليتيت تساعدني في عملية بقى التحليل المالي؟ الموضوع ده هو بقى مهم جدا. احنا هيقابلنا دلوقتي خمس نسب مالية مختلفة. ادي اول حاجة الليكويديتي، تاني حاجة الافيشنسي، تالت حاجة الليفرج ريشيو، رابع حاجة البروفيتابيليتي، وآخر حاجة بقى الماركت فاليو ريشيوز. خمس نسب مالية مختلفة أقدر أقيم بيهم الشركة كلها بالكامل. هنتعرف دلوقتي عليهم وهنشوف كمان أمثلة عملية مع بعض. الورقة دي بتلخص لي كل القوانين اللي تخص الفاينانشال ريشيوز. تعالوا بقى نتعرف عليهم واحدة واحدة. اول حاجة وهي نسب الليكويديتي او نسب السيولة. يعني ايه بقى النسبة دي؟ باختصار بتقولي انا عندي سيولة ولا لا اغطي بها التزاماتي قصيرة الاجل. هو ده كده الموضوع باختصار، يعني هل عندي اصول تغطي خصومي قصيرة الاجل ولا لا. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا هل عندي كاش يغطي اوراق الدفع ولا لا. بس كده، هو ده الموضوع باختصار. فقال لك انديكيت بيؤدي الى ايه بقى، او بيشير الى ايه؟ قدرة الفيرم او ability بتاعت الشركة ان هو بي يدفع الشورت تيرم اوبليجيشن، يعني التزاماته قصيرة الاجل، باستخدام ايه بقى؟ خلي بالك، باستخدام الاصول الشورت تيرم اسيت، الاصول قصيره الاجل، وذوت من غير ايه بقى؟ انتنشن ذا فيرم، يعني من غير ما يؤذي الشركه، من غير ما يجي على الشركه خالص، هل اقدر باصول اغطي التزاماتي ولا لا. فبيقول لك طبعا كل ما النسبه هاير يعني تعلى فده يعتبر فيفرابل انديكيتور، يعني مؤشر جيد. طيب ايه النسب المستخدمة؟ في نسبتين بقدر استخدمهم عشان اعمل بقى القصة دي واشوف النسبة بتاعت الليكويديتي. اول نسبة اسمها current ratio، يعني النسبة الحالية. باختصار باخد الاصول القصيرة الاجل واقسمها على التزاماتي قصيرة الاجل. النسبة الثانية اسمها quick ratio او النسبة السريعة، هيها نفس الكرنت ولكن بعمل ايه بقى؟ البسط اللي هو اللي فوق بخصم منه الانفنتوري او المخزون. بس كده. ليه برضو المعلومات كلها اخدت الكرنت اسيت وطرحت منها الانفنتوري مع ان الانفنتوري نوع من انواع الاصول قصيرة الاجل؟ السبب ان الانفنتوري بياخد وقت اكتر عشان يتحول لنقدية عن باقي الكرنت اسيت، فبالتالي عشان اجيب النسبة الكويك السريعة من الكرنت اسيت قالك شيل الانفنتوري خالص واعتبره مش موجود. تعالوا بقى ناخد مثال على الكلام ده. ده كده ميزانية هي من شركة، تعالوا نحسب بقى فيها الكرنت ريشيو. ادي اول حاجة
الكرنت ريشيو. قلنا دي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن الكرنت اسيت اوفر الكرنت لايبلت، ان المصلة هو كرنت اسيت سي اي على الكرنت لايبلت. طيب دي بتساوي ايه بقى؟ تعالوا نشوف الكرنت اسيت، طلع 152500. الكرنت لايبلتي كام بقى مدهالي؟ مدهالي 85000. اقسمهم على بعض، ادي اهوت ال 152500 على ال 85000 هيديني 1.79. يبقى الاجابه كده اهوت عندي اول حاجه بتاعه الكرنت ريشيو طلعت معايا 1.79. طيب تعالوا بقى ناخد النسبه الثانيه وهي الكويك ريشيو. قلنا دي بحسبها ازاي؟ باخد في البسط الكرنت اسيت اللي هم ال 152500 وبطرح منها الايه بقى؟ الانفنتوري اللي هو مدهوني ب 50000، واقسم على الكرنت لايبيليتي اللي هي 85000. تعالوا بقى نشوف الناتج مع بعض هيطلع كام. ادي البسط 152500 ناقص 50000 على المقام اللي هو 85000، طلع الناتج 1.2. ندخل بقى على تاني نوع من انواع الريشوس او النسب الماليه وهو الافشنسي. افشنسي بالعربي يعني كفاءه. يعني ايه برضو؟ يعني لو انا من القوائم الماليه عايز اقيس قدره الشركه انها تستخدم اصولها بكفاءه عشان تزود مبيعاتها، استخدم على طول الافشنسي ريشيو. يبقى تاني الافشنسي ريشيو بتديني دلاله انا قدرت ادي استخدم اصول الشركه عشان ازود مبيعاتي. هو اصل الشركه ايه؟ اصل الشركه ان انا عندي اصول بستخدمها عشان ابيع، ولما البيع يتحرك يبقى انا هكسب واشتغل. وساعات بسميها بقى ايه؟ تيرن اوفر ريشيو، يعني يا افشنسي يا تيرن اوفر، اي واحده من الاثنين. ودي برضو نفس الكلام زيها زي الليكويديتي، كل ما بتعلى او بتزيد فده يعتبر فيفربل انديكيتور او مؤشر جيد. ايه بقى النسب اللي بستخدمها؟ قالك مثلا الانفنتوري تيرن اوفر، يعني بشوف معدل دوران المخزون، يعني هل المخزون اللي عندي في المخزن من المنتجات التامة بيدور بسرعة، يعني ببيع بسرعة، ولا بيفضل راكد عندي؟ فدي بقى اللي بنقيسها بالانفنتوري تيرن اوفر، معدل دوران المخزون. ما طالما المخزون بيدور بسرعة يبقى معناها ان انا ايه؟ بريديوس السيلز، البيع عندي عمال يزيد. بقيسها بقى ازاي؟ باخد تكلفة البضاعة المباعة واقسمها على قيمة الانفنتوري. طيب ده كده لو عايز اجيب الانفنتوري. طب لو عايز اجيب بقى الاصول كلها، اخد بقى النت سيلز اللي هو صافي البيع واقسمه على التوتال اسيت. طب تعالوا بقى نشوف برضو الكلام ده كله في مثال عملي. ادي نفس الميزانية عايزين نحسب لها مثلا الانفنتوري تيرن اوفر. قلنا ده عبارة عن كوكس او تكلفة البضاعة المباعة على بقى قيمة الانفنتوري. طيب تكلفة البضاعة المباعة مدهاني ب 220000، اقسمها على قيمة المخزون ب 50000، تو شوفها بقى تطلع بكام. ادي اهوت 220000 هنقسمها على ال 50000، طلعت 4.4. يعني المخزون بيلف 4 مرات، يعني ببيع وببدأ تاني أجيب بضاعة، وبيع وأبدأ أجيب تاني بضاعة لمدة 4 مرات. طب لو عايز أجيب بقى Total Asset Turnover هحسبها بقى إزاي؟ قلنا هنجيب النت سيلز وأقسمها على Total Asset. النت سيلز بكام الدهاني هو؟ ب 450000، هقسمها على إجمالي الأصول اللي هو 392500. تعالوا بقى نشوف الناتج هيطلع كام. ادي ال 450000 على 392500، طلع الناتج 1.14. ده كده الجزء اللي يخص بقى موضوع الافشنسي ريشيو.
قبل ما ندخل بقى على المجموعة الجديدة بقى من الريشيوز، تعالوا بقى نشوف حاجة كده في الافيشنسي ريشيو، برضو هنزود نسبة. النسبة دي اسمها داي سيلز ان انفنتوري، يعني عدد الايام اللي بحتفظ بيها في المخزون. طبعا انا الافيد ليا كشركة ان انا محتفظ بالمخزون، الافيد ليا زي ما قلنا ان انا ابيعه، فبالتالي النسبة هنا هوت او الرقم اللي هيطلع كل ما هيقل هيكون احسن. فبشان كده بيقول لك lower number، يعني كل ما الرقم يقل بيكون positive signal، يعني بيكون مؤشر جيد. طب بحسبه بقى ازاي؟ باخد 365 يوم اللي هم عدد ايام السنة، اقسمهم على الانفنتوري turnover اللي انا لسه جايبه هنا. تعال بقى ندخل على المجموعة الجديدة وبنسميها leverage ratio او الديبت ريشيو. ديبت اللي هو اجمالي ديون الشركة، يعني النسبة ديت بقى بتشير الى ايه بالظبط؟ بتشير هل انا مستخدم جزء من الديون مناسب ولا لا. الشركة لما بتيجي تتمول بتتمول عن طريق حاجة من الاتنين، او ممكن الاتنين ميكس خليط على بعض، جزء الديبت اللي هو الديون وجزء عن طريق الايكويتي او اللي هو بقى حقوق الملكية اللي هما المساهمين بتوع الشركة. الاتنين دول بمود بيهم الاصول او الاسد بتاع الشركة. فهنهود بقى الريشيو ديت، كل ما بتزيد بقى الريشيو ديت بتشير الى ايه؟ بتشير الى بوتنشال ريتيرن، يعني هيكون في عائد جريتر، عائد اعلى، عشان في نسبة تمويل كبيرة، يعني في فلوس بزيادة في الشركة. ولكن خلي بالك كل ما الديون بتزيد الريسك بتاع البنكربتسي او الافلاس لا قدر الله بتاع الشركة بيزيد. يعني انا ممكن تفضل ديوني كشركة تزيد ما اقدرش اغطيها فيحصل لا قدر الله افلاس. النسب ديت في نسبتين بقدر احسب بيهم، اول حاجة اسمها total debt ratio، ودي عبارة عن إجمالي التزاماتي على إجمالي أصولي. النسبة الثانية اسمها debt to equity، ومن مسماها كده أعرف أجيب القانون على طول، أخد total debt كأول كلمة وأقسمه على تاني كلمة اللي هو total equity. يعني في الحالتين البسط واحد، بغير بس ساعات أخليها total asset وساعات أخليها total equity. تعالوا برضو ناخد مثال على القصة ديت. هنا هو نشوف التوتال ديبت فين. التوتال ديبت هاخد اللونج تيرم ديبت وهاخد كمان اجمالي الكرنت لايبيليتي، الاثنين دول بنسميهم التوتال ديبت او اجمالي التزامات الشركة اللي هي 85 زائد 110. يبقى اول نسبة اللي هي التوتال ديبت قلنا بتساوي ال 110 زائد 85، يعني 195,000 على التوتال اسد. التوتال اسد بقى بكام؟ ب 392,500. واعمل برضو النسبة التانية اللي هي debt to equity ratio. بنحسبها ازاي؟ باخد برضو التوتال debt كبسط زي ما هو واقسمه على التوتال equity اللي هو بقى مديهولك ان هو كام؟ 197,500. قبل بقى ما ننتقل للجزء التاني او مجموعة النسب التانية، زود لك برضو هنا هوت نسبة وقال لك اسمها times interest earned. يعني ايه الكلام دوت او معناها ايه؟ معناها عدد المرات اللي اقدر اغطي فيها الفوائد بتاعة القروض. يعني ديت بتهم البنوك قوي، عايز يعرف هل انت عندك ما يغطي الفوائد ولا لا، وكم مرة تعرف تغطي الفوائد بتاعتك. دي بنحسبها ان انا باخد فوق في البسط earning before interest or tax. يعني ايه بقى؟ يعني صافي دخل الشركة ولكن قبل طرح الفوائد والضرائب. يعني هو قيمة الدخل بقول ايه؟ بقول ان هي عبارة عن السيلز ناقص الكوكس، وارجع اطرح منها الديبريشيشن والامورتايزيشن اللي هو الاهلاكات، وبرجع بعد كده هو اطرح منها الانترست، وفي الاخر بطرح منها التاكس. هو عايز بقى في المرحلة دي هنا قبل ما تطرح الفايدة وقبل ما تطرح الضريبة. ده في البسط على الانترست اكسبنس او الفوائد المستحقة عليك. الفايدة دي طبعا كل ما بتزيد هتكون احسن او مؤشر احسن.
بيدي دلالة عن إيه بقى؟ إن الريسك بتاع الإفلاس لسه يعني عمال يقلب، ولكنه كمان كل ما النسبة دي عمالة تزيد بيقلل برضو البوتنشال ريتيرن، أو بيدي مؤشر إن الريتيرن أو العائد هيكون أقل. ندخل بقى على المجموعة اللي بعديها وهي البروفيتابيليتي ريشيو أو مجموعة النسب اللي بتشير إلى ربحية الشركة. ديت بقى مؤشرات بتدل هل الشركة بتحقق بروفيت باستخدام أصولها ولا لا، يعني في ربحية بتطلع من استخدام الأصول ولا لا. فطبعا ديت كل ما هتزيد هيكون مؤشر أفضل للأداء، يعني معناها بعمل ربح أكبر باستخدامي للأصول. ديت اقدر اجيبها عن طريق ثلاث حاجات. اول حاجه نت بروفيت مارجن، وديت بتيجي عن طريق صافي الدخل في البسط وبقسمه على النت سيلز اللي هو صافي البيع. وفي بقى حاجه تانية واسمها الريتيرن، الريتيرن مره على الاسيت ومره على الايكويتي. يعني اي وقت تشوف كلمه ريتيرن اعرف ان انت على طول في البروفيتابيليتي ريشيو. ريتيرن يعني العائد، أول واحدة العائد على الأصول، تاني واحدة العائد على حقوق الملكية. باخدها ازاي أو بحسبها ازاي؟ ثبت على طول النت إنكم، خليه في البسط على طول زي ما هو. هتقسم على إيه بقى؟ هو اللي بيتغير على حسب، أنت عايز تجيب العائد على الأصول يبقى تقسم على الأصول، عايز أجيب العائد على الإيكويتي يبقى أقسم على الإيكويتي. زي بالظبط هنا لما كنا بنجيب التيرن أوفر بتاع المخزون بقسم على المخزون. طب لو عايز اجيب تيرن اوفر على التوتال اسيت اقسم على التوتال اسيت. انا بديك المفاتيح اللي تسهل عليك حفظ المعادلات. طب تعالوا بقى ناخد مثال عملي على الكلام ده. ناخد اول نسبه مثلا كنا بنقول اللي هي عباره عن النت بروفيت مارجن، وديت قلنا بتساوي ايه بقى؟ بثبت فوق كده النت انكم وبقسم على اول حاجه النت سيلز. النت انكم منوط مدهوني ب50,500 اهوت على النت سيلز اللي هو 450,000. ده كده اول نسبة. تاني نسبة قلنا الريتيرن اون اسيت، قلنا ديت برضو باخد النت انكم وهقسمها على التوتال اسيت اللي هو 392,500. اخر نسبة بقى الريتيرن اون الايكويتي، وديت برضو هيبقى النت انكم فوق في البسط وهقسم على التوتال ايكوتي اللي هو 197,500. دول كده التلات نسب اللي اقدر احسب بيهم اي حاجة انا عايزها في موضوع البروفيتابيلتي. طب لو جاء مثلا في الامتحان قالك الريتيرن اون فيكسد اسيت هتحسبها ازاي؟ برضو هثبت النت انكم واقسم على التوتال فيكسد اسيت. ندخل بقى لآخر مجموعة من النسب وهي مجموعة الماركت فاليو أو القيمة السوقية للسهم. دي بتشير إلى إيه بقى؟ بتشير how the market is valuing the firm's equity، يعني السوق ذات نفسه بيقيم إزاي الإيكويتي أو بيقيم إزاي الأسهم بتاعتي بتاعت الشركة اللي هي بتكون الإيكويتي. وديت كل ما هتزيد يعتبر إيه بقى؟ يعتبر الويلث او الشير هولدر الحق بتاعهم عمال يزيد، يعني بالبلدي كده الماركت فاليو عمال يزيد. عبارة عن نسبتين، اول واحدة فيهم برايس ايرنينج ريشيو، وديت باخد فيها فوق في البسط البرايس بير شير يعني سعر السهم الواحد واقسمه على ايرنينج بير شير يعني ربحية السهم. التانية اسمها ماركت تو بوك، وديت باخد برضو فوق في البسط سعر السوقي بتاع الشير يعني ثابت البسط ما بيتغيرش، المقام بس هو اللي عمال يتغير. على ايه بقى؟ على الكلمة التانية اللي هي بوك، يعني بوك فاليو يعني القيمة الدفترية بتاعت السهم. السهم بيكون ليه سعرين، سعر سوقي اللي هو بيتغير على طول بناء على مؤشرات السوق، والسعر الدفتري يعني السعر اللي متسجل بيه كقيمة موجودة في الدفاتر بتاعتي اللي هو اللي بعت بيها السهم. يبقى خلي بالك نوت اول نسبة قلنا برايس ايرنينج، فاخدنا الكلمة الاولى خليناها في البسط والكلمة التانية خليناها في المقام. اخر حاجة نوت بقى بيدي لك كده هوت نوتس ملحوظة نوت بيقول لك الريشيوس او النسب ديت بتساعدني ايه بقى او بتديني مؤشر كومان مؤشر مشترك
ليه بقى؟ ان انا اقدر احلل الشركة اكروس فيرمس، يعني احلل الشركة من سنة لسنة، يعني اعرف اشوف مثلا نسب بتزيد ولا بتقل من سنة لسنة. وكمان بتديني مؤشر ان انا اقارن ايه بقى شركة بشركة. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني النسبة لو طلعتها بس كده ما تعتبرش ذات أهمية، تبقى ذات أهمية لو حاجة من الاتنين قارنتها بنسبة في مدة تانية داخل نفس الشركة أو قارنتها بشركة تانية. يعني مثلا أقول نسبة الربحية 10% ولكن السنة اللي فاتت كانت 15% فقلت، فمعناها كده في مشكلة في الربحية. أو أجي أقول مثلا نسبة الربحية 10% والشركة تانية غير اللي أنا فيها 20%، أصبح أن أنا برضو عندي مشكلة في نسبة الربحية بتاعة الشركة. فبيقول لك أول الريشيوس النسب بتجعل إيزير، سهل أن أنت تقارن أداء الشركات بالشركات التانية اللي أصغر منها. آخر حاجة بيقول لك الريشيوس برضو بتجعل من السهل أن أنت تقارن كارنت بيرفورمانس، يعني أداء الحالي بالهستيريكا بالأداء السابق، اللي هو قارن مثلا سنة بسنة. اوف سنجل فيرم يعني لشركة واحدة بمرور الوقت. ملحوظة تانية بيقول لك ان النسب بيبقى فيه بقى نسب كتير وبتختلف من قطاع لقطاع. يعني مثلا قطاع الفنادق بيستخدم نوع من انواع النسب اسمها الاكيوبنسي، بيقيس مدى الاشغالات، يعني مدى وجود سكان او نزلاء في الاوتيل. وفي حاجة تانية اسمها السيلز بير سكوير فوت، ديت في قطاع الريتيلينج او قطاع التجزئة، بيشوف البيع، يعني حركات البيع في كل متر مربع موجود داخل مثلا السوق. في حاجة اسمها اللونز تو أسيد، ديت موجودة في البنك، بيقيس قد ايه نسب الاقتراض من الودايع. آخر حاجة الميديكال كوست ريشيو، دي بنستخدمها في الهيلث انشورانس أو في التأمين الصحي.